أعلنت المملكة العربية السعودية أن العدد الإجمالي للحجيج الذين وفدوا إلى الأراضي المقدسة وصل إلى أكثر من مليون وسبعمائة وخمسة ألاف حاج من مختلف أنحاء العالم ويزيد هذا الرقم بنسبة 30% على الأقل عن العام الماضي بما يتواصل توافد بقية الحجاج خلال اليومين المقبلين عبر كافة المنافذ السعودية جوا وبحرا وبرا إلى ذلك اكتملت بالمدينة المنورة مساء أمس الأحد أعمال تفويج غالبية الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من جانبه قال مدير إدارة المرور بمنطقة المدينة المنورة صلاح بن سمار الحربي إن مرور المدينة المنورة أعد منذ وقت مبكر عد خطة مرورية خاصة لذروة تفويج الحجاج مضيفا أنها تم تنفيذها بشكل مثالي